السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناتي وفي حلقة جديدة من حلقات ممثلين زمان ونجومنا الخالدين. هنتكلم النهارده عن ممثل مصري بدأ مشواره الفني في خمسينات القرن العشرين وشارك في عدد قليل من الأفلام، أشهرها أنت اللي قتلت بابايا مع شويكار وفؤاد المهندس، وفيلم توت وتوت مع نبيلة عبيد وسعيد صالح، لكنه له رصيد كبير من المسلسلات. شارك مع الفنان محمود عبد العزيز مسلسل رأفت الهجان، وقدم معاه مسلسل البشاير وغيرها. معانا الفنان اللي بنتكلم عنه النهاردة، الحقيقة احنا لم نعثر على تاريخ ميلاده او معلومة موثقة بتاريخ ميلاده او هو على قيد الحياة ام توفى، للأسف لم نستدل على هذه المعلومات. الفنان فخري عازل، وشارك في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية وبعض الأفلام، ومن الأفلام اللي شارك فيها وأيضا كان له بعض المسلسلات التي شارك فيها، منها كنا نتحدث عن الممثل فخري عازر، هو ممثل مصري من ممثلين زمان ونجومنا الخالدين. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.